السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا شنو جاب لكم، جاب لكم حاجه جديده كيحمقوا. هانتوما هانتوما الحبايب، جاب بلعت الحاجه كيحمقوا. اجيو تتسخروا، عمل ريفورمان الحانوت ووسعو، وجاب القشوع بزاف، وجاب الحاجات مزيونين بزاف بزاف بزاف. هاهم واحد الصديقة من جميلة من سبتة قالت لي خاصها السواني، وما جبرتش السواني اللي قلت لي ما عندهم شي، بحق انا غنصور لك وعاد تشوف الفيديو واختار السواني اللي بغيتي ونصردم لك ان شاء الله يا ربي. وانا في وسط الحانوت ومولي الحانوت كيسمعوا، باش ما تقولش كذبت عليك قلت لك عهدتك غنجي. انا هنايا في الحانوت وعنصور السواني كاملين، وفحال اللي ديت انا ما كايناش، ونصور لك السواني اللي عنده كاملين واختار واللي عجبتك نصرد لك الزين ديالي. صافي ولا ملي نسى التسجيل وديك الساعه نهضروا عاود ان شاء الله يا ربي. تشوف نسجل لك عيس السوينيات بوحديتو تشوفو. هانتينا الزين ديالي عندو التحاف، عندو داكشي كيحمق ومتول ومزيوان، وانتوما تعرفو هانتوما الأثمنة مناسبات كاملين كاملين الأثمنة مناسبات. ملي كنطلع الفيديو كتقولو لي ديك القشوع مين كتجيبو، ما أنا كنقولها لكم. هاهم هاهم ها السواني وحدينا الزين ديالي، ها السواني هانتينا كتشوفها. شو هادا عاود كيخدم، عندو هاد الموديلات هادو اللي بغيتو كيحمقو، عندو هاد الشكيل هذا النقري والذهبي، وعندو هاد الشكيل هذا النقري والذهبي. هانتو هانتوما كيحمقو والله، هادي د الطرطة هانتوما كتشوف، هادي الطرطة كتحمق. ها السوبيرات والزلايف طباصال، هاد الديكورات هادو فنين، هادا هانتوما فنيونين، هادا دابا موضة ديالو. طبي الصلات لي بغيتو، الطناجر المواكل، ها هانتوما تا الطناجر، ها غنوري لكم من بخرات. هانتوما عندو النحاس الذهبي النقري اللي بغيتو من بخرات، عندو كيحمقو. ها هانتوما الديكورات اللي بغيتو، هانتوما ها السواني ياخرين، ها شتي ها السواني ياخرين فني، ها ياخرين فني، وني نعاود فيهم واحد الديكور كيحمق. ها بغيتي نزود الديرمو باش تشوفوه، هاهما تشوفوا الديكور ديالو معاود كيحمق. هادي بالقهوة القهوة البراد كيمشي هايدا، والطبيصلات ديالو هانتوما. شو هادو بويط، شو شعلة ديكور فيهم كيحمقو. هاد نتمنى الله تعالى وسبحانه يعجبوكم هالسواني يا خرين. هادو نحاسين غزالين عاود، هاديك راه هي شكيتنا على ديكور فيها، وهادوك راهم فيهم واحد ديكور كيحمق هانتوما كتشوفوها. وهادي مدورة هيدا، وهادو فحال فيهم زعما الوريدات وداكشي، هاهم
الصبح ها السوينية تخيل، هذه كانت عنده، هذه كانت عنده بالحق بالعه. هنا ما كانوش، ها هما كبارين بكل شيء ديالهم عاود. شو هذا الاحلام البرد كان عند واحد سنة بلي شريت البرد بحال هذاك ما عنده، وهذيك الضويصات مزيانين السواني اخرين عاديين راهو. هانتو شو هاد السوينية بيضة شحال مزيونة، شتو وشو ديك البلاطو شحال غزال كيحمق. وهاديك راه هو هادو عاود كيحمقو. شو هاد المرشط شحال مزيونين، ها البلاطو صخرين بحال هادوك. ها هي خور فنيوني والديكورات عاود. السواني اخرين هذا جو حلاوه فيهم فعلا ملي دار فيهم كيحمق. وهذا تعرف شحال مزيان شو هادي الحلاوه فيها شوف. هاي اللي فينا وهادو ما كانوش عنده، هادو عاد جابو فنيمني الصراحة الله. شو هادي شحال حنا والأثمنة كيعمل مع الناس غير هادشي. شو السواني هادو شو هاد السينية شحال غزالة وباقي الحاجات عنده بزاف الحاجات ثم غير شو. هانت السواني اخرين راه من فوقي ودي الموس ها وما رز على قلبك كل حدا كتحنت وحده. هانتم كاملين فنين السواني هادوك فين منين عاود. هانتوما كاينه بيضة وكاينه ذهبية. ايوا هدا هو هاهو القشيعات حتى هما كاينين عندو. وهادشي د السوابع عيد الميلاد الطهارة ايوا حتى هما اللي بغيتو عندو. ونوبة اخرى نصور لكم الطلامط المخايد والزرابي كل شيء جاب جديد غزل كيحمق. وهادو اللي خرجوا موضة عاود تخرج. هانتو ما كاين النقري كاين الذهبي الايات اللي بغيتو. هانتو هاديك شي التقليدي ديالنا ها بغيتو التقليدي بغيتو مودرن اللي بغيتو عنده هنايا. ها السواني اخرى كوبيتات شوف كتجي الصينية هاي. نتمنى على الله تعالى وسبحانه يعجبكم. وانا زعما نيتك جبتكم الجديد اللي جاب اخر موديل. شوفوا الطنجرة داك الكسكس كيحمقوه ها والله الا فني هاد الطناجر الكسكس ها شتو على موديل فيهم غزلان ها شتو على موديل فيهم
كيحمق الثمن ماشي غاليين بزاف. ها نتوما كتشوفوا الثمن 34، هذه كبيرة. شحال فيهم د اللتر هادو اللي جداد؟ حيت ما كنشوفش اللتر الثمن. شفت 12، هي ها هي ما شتاش هادي 12 د اللتر 37، ها هي. ود حتى هادي 12 عاملين لهنا مود بالكريشة عليها جات هيدا هي فنيونة والله الا هادو فنيونين زين. والله الا عجبوني فنين. عندو طاطا اللي بغيتوها ولادي مرحبا بكم. هانتو هانتو لي تشهيته حبايبي. انا وصلت للدويره ديالي وما شريت شي الحاجات بزاف. هانتوما كتشوفو شريت 4 د هاد الطويسات هادو، جبرتهم عندها جدادين. هادو فيهم بزاف د الموديلوس حق عجبوني وشريتهم. نتمنى يا ربي يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم. الصراحه صلحوا الحانوت تجع غزاله ردوها. دابا هاد الفيديو عملت لكم انا واخا غنعمل لكم ديال السدادر واللي جابوا ديك الشيء كيحمق كيحمق. هادو هما هادي كاينين في النقري وكاينين في الذهبي. ها هما كيعطيهم لك هنايا في هادي ديالو في الكريطن ديالو. نتينا كتلصقهم نتينا كتلصقهم كي هادو كيجيو مفسوخين هادو الطرنيو ديالو نتينا كتلصقهم. المهم مزيونين. ها نتوما كتشوفو انا عدلتهم ساهلين ماشي شي حاجه. غير كتدخل لهم الطرنيو راه هو وكتزير عليهم كتجيو ميدا مفسوخين. وشوف على تحيف الصراحه انا عجبوني بزاف. هما كاينين هادو بشحال هادو انا قلبي عليهم. ودابا ملي جابهم هو شريتهم من عندو. ها نتوما كتشوفو عجبوني بزاف وشريتهم من عندو. هادو قينين فيهم بالعاد الموديل كيجيب لنا الله حنا فحال فحال. وهما ماشي فحال فحال، كل وحده والكاليتي ديالها، كل وحده والمنظر ديالها والنقش ديالها الزواق ديالها كلشي كل وحده كيفاش نيه. المهم هادو اللي وريتكم كيعملوا غير 4 اورو. هما كيعملوا كثار الصراحه ونقص لي واحد شويه. نتوما قولوا له جينا من جهه شهيوات ام سليمان وعينقص لكم ان شاء الله. الصراحه البنيته اللي تما غزاله كتعمل الثمن مع الناس مزيان. وهو عاود راجل ظريف راجل مزيان كيعمل مع الناس راجل معقول. ونتمنى المهم هي تما دائما غير بنت، ولكن مول الحانوت الصراحه هو معقول وكيعمل مع الناس. نتوما مشيو قولوا له مشيوات ام سليمان سردتنا وكيعملوا معكم الثمن ان شاء الله يا ربي. ونتمنى يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وتمتعوا لي مع راسكم زعما داك الشيء اللي جاب وكيفاش فتح الحانوت رد غزاله. هانتوما عاد تشوفوا يعجبكم. انا دابا صورت غير القشيعات، كاين اللي قدام شديتو عنده اللي كانوا عنده واللي دخل جدد. والطواجن باقي عنده بالشكالات والنوالات كيحمقوا حتى هما. المهم دابا صورت لكم هذا الفيديو هادي. وفيديو الثاني ان شاء الله ملي نقدر نمشي تما نصور لكم السدادر والتلامط اللي جاب. التفريشات كيحمقوا الديكورات والايات زعما جاب داك الشيء فن 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 فن. اللي بغى يتمتع على راسو يمشي ان شاء الله. ونتمنى على الله تعالى وتبارك يكون عند حسن الظن ديالكم. حبايبي ما تنساونيش شجعونا ودفعونا القدام ان شاء الله. وجيم ما تبخلوش علينا بالاشتراك وجيم وشاركوا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم. ونتمنى على الله تعالى وتبارك نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. بسيتو حبايبي وتهلاو لي فراسكم. والله يجعل يا ربي الحبيب نكونوا كاملين بالصحه والعافيه المسلمين الامه الاسلاميه كامله يا ربي. ومشيو برلا تساروا مع راسكم. هذا الفيديو هذا ما خليتكمش فيه الديريكسيون العنوان، ولكن حيت انا طلعته وخليتكم الديريكسيون خليتكم بزاف د النوبات الديريكسيون. وانا غنشوف نرجع زعما نعمل لكم ديريكسيون اللي بغى شي حاجه انا تحت الامر ديالكم ان شاء الله. كنتمنى يا ربي يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنساونيش وكنشكركم من كل قلبي على الدعم اللي كيدخل عندي واللي ما كيدخلش عندي. جزاكم الله وشكرا بزاف الحبايب على الكومنتاريوس اللي كتخليوني كيشرحوا القلب. واللي بخلت عليه بشي حاجه وتعطلت عليه يسمح لي، رانا ان شاء الله نعمل لكم اللي كتطلبوا لي شويه بشويه ان شاء الله باذن واحد الاحد. شكرا حبايبي نتمنىكم تكونوا سعداء ومزيانين ومبسيتو. ومره اخرى ان شاء الله نطلع لكم عاوتاني فيديو التلامط كيحمق ان شاء الله يا ربي. بسيطه.